ورجعنا لكم مشاهدينا بعد التذكير بوسائل التواصل الخاصة فينا اللي دائما أكيد نحب نقول لكم يسعدنا تواصلكم من خلالها. وأولى موضوعاتنا وقفتنا الأولى وجائزة الملك عبد العزيز للجودة. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أيضا دأبت منذ تأسيس الجائزة على أن تكون مرجعا علميا وفنيا للمنشآت الراغبة في تطوير خدماتها ومنتجاتها أيضا. طبعا جائزة الملك عبد العزيز ستنطلق في دورتها الثالثة والثالثة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، وسنتعرف على تنظيم الهيئة السعودية لها، واليوم سنأخذ لمحة على هذه الجائزة، جائزة الملك عبد العزيز، مع ضيفنا اليوم عبر الهاتف سعادة الدكتور زبن بن عيضة الثبيتي، وهو المدير التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز. رحب فيك دكتور زبن وصباحك سعودي، حياكم الله. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني في البداية دكتور دعنا نتكلم قليلا عن إلى ماذا تهدف هذه الجائزة، وأيضا ما مدى فعالية تلك الجائزة في الجودة. بداية يسرني حقيقة أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل لتهيئة الورطة للجائزة لإبراز دورها في المملكة العربية السعودية. جائزة الملك عبد العزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للجودة والتميز على مستوى المملكة، وهي بذلك تعمل ضمن التوجه العالمي بوجود جوائز جودة وتميز على مستوى الدول المختلفة. والهدف الرئيسي من وجود هذه الجوائز هو حفز كافة القطاعات لأجل تحسين الأداء المؤسسي من خلال إطار تنافسي ومعايير محددة لهذا الشأن. ممتاز. طيب يا دكتور، يعني لو نتكلم عن أنتم حطيتوا على الخارطة المنافسة بداية القطاعات الصناعية والخدمية، يعني ليش القطاعات الصناعية والخدمية، وإيش اللي لمستوه من خلال هذه المنافسة؟ القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية طبعا تشكل أكبر القطاعات، وبالتالي الجائزة منذ انطلاقتها في الدورة الأولى إلى الدورة الثانية تدرجت في استهداف هذه القطاعات، فبدأت بالقطاعات الصناعية والخدمية سواء كانت الكبيرة أو المتوسطة، ومن ثم وهي بهذه المناسبة أغلقت الدورة الثالثة وأعلنت أسماء الفائزين. وكما ذكرت هي بذلك تتدرج. الدورة الثالثة استهدفت أيضا القطاع الصحي الأهلي، واستهدفت القطاع التعليمي، وشارك في الجائزة خلال دورتها الثالثة يعني أكثر من 50 منشأة تقدمت لها، وحتى الفائزين هم من كافة القطاعات سواء القطاع الصناعي أو الخدمي أو التعليمي أو التعليم العام والأهلي وأخيرا القطاع الصحي. جميل جدا. يعني ذكرت دكتور أنه في قطاعات كثيرة دخلت في الدورة الثالثة، ما هو الجديد المقدم في تلك الدورة مختلفا عن الدورة الأولى والثانية أيضا؟ يعني دائما من دورة إلى دورة أخرى بتكونوا حريصين أنه تضعوا أمور جديدة ومستجدات أكثر لكي تبرز تلك الدورة بشكل أكثر وأكبر. نعم، من أهم ما يميز الدورة الثالثة هو التنوع في استقطاب الفئات المشاركة كما ذكرت سابقا، القطاع التعليمي والصحي. ممتاز. وننوي خلال الدورة الرابعة إن شاء الله أن نفتح المجال لكافة القطاعات في المملكة بإذن الله تعالى. طيب التكريم الأفضل جهة أو حققت أعلى مستوى من خلال الجودة، نوع التكريم هذا دكتور ومن اللي حاصل عليه؟ في شروط معينة يعني؟ اي نعم، سبق الجائزة أعلنت أسماء المنشآت الفائزة، 9 منشآت فائزت بالجائزة في دورتها الثالثة، وأعلن هذا في مؤتمر صحفي بذلك. وخلال التكريم إن شاء الله في 24 محرم سيتم تكريم كافة الجهات والمنشآت التي فازت بالجائزة في دورتها الثالثة. هذا التكريم في الواقع هو يمثل نوع من الاعتراف بمدى التميز الذي وصلت له هذه المنشآت خلال هذه الفترة، لأنه فترة الاستعداد لإعداد التقارير والاشتراك في الجائزة فترة تعتبر طويلة نوعا ما، لأنه متطلبات الجودة ومتطلبات معايير التميز للجائزة قد تختلف عن بعض الجوائز الأخرى، لأن هناك الكثير من الجهد والكثير من التقارير التي تعد، وكذلك الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق المختص. في نهاية هذا المطاف يتم تقييم هذه المخرجات وبالتالي تحكيمها
حتى نتوصل في النهاية إلى تحديد المركز الأول في كل قطاع. وهذا القطاع وهذا الفائز في الواقع هو إن صح التعبير نقول أنه نوع من الاعتراف بمستوى التميز الذي وصلت له هذه المنشآت. وإلا في التميز يعتبر رحلة طويلة ليس لها حدود ولا يزال صحيح لا تنتهي، ولا يزال التطلع قائما دائما حتى لهذه المنشآت التي تفوز. لا زال التطلع قائم، تطلعات المستفيدين في ازدياد تحسين الأداء بشكل مستمر هو دائما هاجسنا في هذه الجائزة. ممتاز وجميل جدا. طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم شوي عن أهداف الجائزة، جائزة الجودة. هل هناك أهداف رئيسية وضعتموها نصب عينيكم جراء إنشاء تلك الجائزة وإقامة ثلاث دورات متتالية؟ الجائزة كمثيلاتها على مستوى العالم من أبرز أهدافها هو حفز كافة القطاعات لما نسميه تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة والتميز وتحسين الأداء. والجائزة لديها نموذج احنا سميناه نموذج التميز، وأطلق بفضل الله خلال الدورة قبيل الدورة الثالثة في عام 1436. هذا النموذج أهم ما يميزه أنه يمثل خارطة الطريق لهذه المنشآت، بحيث أي منشأة ترغب في أن تطبق الجودة أو التميز تستطيع من خلاله تستطيع من خلاله أن تتبنى هذا المعايير وهذا النموذج، ويمثل لها مرجع أساسي سواء في التقييم الذاتي لأداء هذه المنشأة أو حتى فيما بعد في تطبيقات الجودة في كل مناحي المنشأة وليس فقط في مجال واحد. نعم دكتور. طيب أنتم في دورتكم الثالثة الآن هذه الجائزة، إيش اللي تلاحظ أنه تطور؟ هل هناك في تنافس على هذه الجائزة؟ يعني أكيد الدورة الأولى تختلف عن الدورة الثالثة، غير تطلعاتكم أيضا للجائزة القادمة إن شاء الله والرابعة. نعم، مستوى التنافس حقيقة خلال الدورة الثالثة ارتفع كثيرا. زي ما ذكرت لكم سابقا كانت عدد المنشآت المتقدمة الإلكترون للجائزة كانت 50 منشأة، وليس كل منشأة تتقدم للجائزة يعني أنها ستقبل المنافسة، لأنه هناك حد أدنى معين لما نسميه بالبنية التحتية للجودة لهذه المنشآت. هل هناك معايير دكتور لاختيار المنشآت المشاركة في الجائزة؟ ابتداء هناك بعض المعايير نضعها لأجل عملية الفرز، بمعنى آخر أي منشأة ليس لديها نظام جودة ابتداء أو خطة استراتيجية، هذه المنشأة لازال أمامها بعض الجهود التي تبذلها لكي تكون مخولة في الاشتراك، لكي تكون بالفعل مخولة لأن تشترك في الجائزة وتتنافس مع بقية المنشآت. جميل جدا. في الختام دكتور دعنا نأخذ منك كلمة حاب أن أنت توجهها لجميع المنشآت اللي حابين بإذن الله تعالى أن يشاركوا في الجائزة في دورتها الرابعة بإذن الله تعالى. الدورة الرابعة ستطلق إن شاء الله خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، وهي كما ذكرت سابقا ستستهدف كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية. ممتاز. وأحب خلال هذه الدقائق الأخيرة أن أنوه إلى أنه تزامنا مع حفل تكريم المنشآت الجائزة أيضا تعقد الملتقى الثالث لأفضل الممارسات لمدة يومين 24 محرم و 25 محرم في فندق الفور سيزونز في الرياض. وهذا الملتقى يستقطب تجارب عالمية وتجارب عربية وأيضا التجارب المحلية. المحتوى الرئيسي لهذا الملتقى أنه يأتي بجميع الفائزين على مستوى العالم في الجوائز العالمية ويعرض تجربتها في المملكة العربية السعودية. فلدينا تجارب المنشآت الفائزة من اليابان ومن أمريكا ومن أستراليا ومن بريطانيا وأيضا من الدول المجاورة على من الإمارات العربية المتحدة وأيضا الأردن، بالإضافة لعرض تجارب المنشآت الفائزة على المستوى الوطني. نعم، احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الدكتور زبن عيضه ثبيتي المدير التنفيذي لجائزه الملك عبد العزيز للجوده، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق، واكيد جائزه الكل يطمح لها لا سيما انها تحمل اسم جلاله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وفي المقابل يعني لما يكون في انت لما تعمل بدون شكر او بدون تنافسيه تلقى العمل ما له قيمه، يعني تشتغل ولا ما تشتغل كلها زي في الروتين بعض. صحيح كلها زي بعض، المبدع والغير مبدع. لكن لما يكون في جائزه للجوده وانت تبغى تدخل تتنافس عليها
اكيد راح يبدع الموظف اللي عندك، راح يبدعون كل الطاقم اللي معك. صحيح، دائما يعني فعليا الشكر والثناء على العمل بيعطينا دفعه غير طبيعيه للعطاء بالله. اكثر واكثر، بيعطينا دفعه للابداع، للابتكار، للبحث عن كل ما هو جديد. يعني هي هنا بيكون دور الجوائز، التحفيز، الشكر بيكون لها هذا العامل النفسي الكبير جدا اللي بيأثر على كل موظف، وبالتالي بينعكس على كل منشأة وعلى المجتمع بشكل عام في النهاية. أكيد التحفيز شيء مهم، يعني ما هو بس للشركات، هو يعني يحتاج هذا الشيء أنه يكون حتى بين الأبناء داخل صحيح. الأسرة، تحفزهم على الإبداع، على الدراسة، على الأخلاق الجميلة. لما يكون الإنسان عنده دافع راح يصل إلى الهدف اللي أنت تبغاه. لكن أنت قاعد يعني مثلا مخلي السيء والجيد زي بعض، هنا مشكلة. فنتمنى التوفيق للجميع، الجودة تكون في أعمالنا والجودة تكون نابعة من داخل الشخص. لما أنت تبدع في عملك راح يبدع اللي معك، وراح أكيد تتميز. صحيح طبعا، حتى لو ما حد قالك شكرا. أكيد طبعا.